بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابنا إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل تقديم الدروس الخاصة بالدورة التدريبية Basic and Advanced Drilling and Drilling Fluid Technology Course. اليوم إن شاء الله موعدنا مع الدرس الرابع. تكلمنا في الدرس الأول على بعض الحسابات المهمة المتعلقة بحسابات الحجوم لماء الحفر في الدريل سترينج وفي الانيولر. تكلمنا في الدرس الثاني عن مضخات الحفر، مضخات ماء الحفر والمعلومات الخاصة والحسابات اللي راح نستخدمها في الحسابات المتقدمة. في الدرس الثالث تكلمنا عن الانيولر فيلوستي وكيف نحسب الانيولر فيلوستي وأهمية الانيولر فيلوستي. والانيولر فيلوستي مهمة جدا خاصة في الهيدروليك، لأن الأنيولار فيلوستي نستطيع عن طريقها أن نحن نحدد نوعية جريان سائل الحفر، هل هو اللامينار أم توربلنت، وهذا راح نتكلم عليه في الدروس المتقدمة في هذه المحاضرات. اليوم إن شاء الله الدرس الرابع هو عبارة عن معلومات مهمة ومركزة عن فؤوس الحفر. طبعا فؤوس الحفر هي جزء رئيسي من عملية الحفر، لهذا وجب علينا أن نتعلم بعض الأمور الخاصة بفؤوس الحفر لأنها داخلة في الحسابات وداخلة أيضا في كل المعادلات المتعلقة بسوائل الحفر أو بالحفر. طبعا زي ما تكلمنا سابقا هذا البرنامج برعاية مركز الجوب للتدريب والتطوير، تحديدا قسم الدورات النفطية والطاقات المتجددة التابع لشركة الجوب للخدمات النفطية. فؤوس الحفر يمكن تقسيمها لنوعين رئيسيين، رولينج كاتر بيتس أو اللي هي البي دي سي. النوع الأول اللي هو النوع اللي يقولوا له طبعا رولينج كاتر، رولينج كاتر بيتس المقصود بها هي فؤوس الحفر التي تحتوي أجزاء متحركة مثل هذا اللي يسموه فيه الكونس، هذا الجزء يتحرك أثناء عملية الحفر ونتيجة لدفع المد من النزل يبدأ الكونس بالحركة، فيسموا فيها رؤوس الحفر التي تحتوي على قواطع كتر متحركة. الفؤوس الحفر اللي هي الرولينج كاتر بيتس هذه في منها نوعين، إما أن تكون ميلد توت بيتس يعني السن بتاع الفاس تكون من نفس جسم الكونس، من نفس جسم الجزء المخروط، يعني لو تلاحظ هذه السن منحوتة نحت من داخل الجسم وليست موضوعة. لو جينا مثلا شفنا نوع آخر من الفؤوس حتى هو نفس القصة، هذا الفؤوس حتى هو يحوي على أجزاء متحركة لكن السن ما هيش من نفس جسم الكونس، سن يعني مزروعة زرع، سن من معدن آخر، معدن آخر تم نحت الكونس وبعدين حطوا فراغات وأدخلوا فيها هذه الأسنان سواء كان بالضغط الحراري أو بالمعالجة الحرارية. فالفؤوس البيتس اللي هي الرولينج كاتر في منها نوعين، إما أن تكون الأسنان يعني ميلد توت بيتس اللي هي أسنان خارجة من نفس الجسم من جسم الكونس، أو إن هي تكون أسنان مزروعة زرع في الكونس من جسم آخر. الترايكونس اللي نحن نسموه فيه ترايكونس اللي هي فيها ثلاث مخاريط، هذه الأسنان مناسبة جدا لعمليات الحفر المختلفة والمتنوعة. فالفكرة الرئيسية في هذا النوع من أنواع الفؤوس على ضوء المسافة ما بين الأسنان وعلى طول الأسنان يمكن تحديد إذا كان هذا الفاس مناسب لحفر soft formation أو للحفر hard formation. مثلا soft formation في حالة التركيبات الجيولوجية أو الطبقات الأرضية الرطبة الغير قاسية يفضل أن يكون تكون السن طويلة، تكون السن نوعا ما شنو تكون السن طويلة شوية ويكون في يعني أشبه بالإزمير يعني سيلندر يعني كأنها أسنان فأس، ويفضل أيضا أن تكون في بين كل سن وسن مسافة، بين كل سن وسن مسافة عشان تعطي مجال أفضل وأنسب لحفر الطبقات الحساسة أو الطبقات سوري الرقيقة أو الطبقات اللي هي الناعمة، الطبقات الغير قاسية soft formation. soft formation هي الطبقات الغير صلبة. فدائما الأسنان في حالة الميل التوت يكون الأسنان يفضل في حفر السوفت فورميشن أن تكون الأسنان طويلة وأن تكون بيناتها مسافة، لأن هذا يعطي مجال أفضل لحفر الطبقات الرطبة، وفي نفس الوقت لما تكون المسافة ما بين كل سن وسن كبيرة ما يعطيش مجال أو ما يعطيش فرصة أن الطبقات تلتصق ما بين الأسنان.
في الهارد فورميشن لو انت حفرت بالرولينج كتر من نوع ميل توت يفضل ان يكون في الهارد يعني الطبقات القاسيه شيء طبيعي ان تكون الاسنان قصيره, يعني يجب ان تكون الاسنان قصيره لان الاسنان الطويله راح تتكسر في الهارد فورميشن, وايضا المسافات تكون بسيطه يعني اند كلوزد سبيس, يعني يكون مسافه ما هيش مسافه كبيره بين, لان الطبقه القاسيه ما فيش مجال ان هي تلتصق بين الاسنان وبالتالي يسهل ازالتها بشكل سريع. النوع الاخر من انواع الفؤوس اللي هي نحن قلنا الرولينج كاتر بيتس, النوع الاول ميلد توت بيتس, النوع الثاني اللي هو يقولوا تي سي اي تانجستن كاربايد انسرت او الانسرت بيتس, برضو نفس القصة الكونزات متحركة بس السن تكون من جسم آخر, تكون من معدن التنجستون كاربايد اللي هو يتحمل الحرارة ويتحمل الضغط, فيتم تطعيم هذه الكونزات بهذه الأسنان الخارجية. نفس القصة طبعا السوفت فورميشن نحفرة بأسنان طويلة وتكون تشيسل يعني الشكل بتاعها, وفي نفس الوقت يعني الأسنان الهارد فورميشن في حالة الهارد يكون شورت ويكون راوندد انسرتس, يعني في حالة الهارد فورميشن أو في السوفت فورميشن يفضل أن تكون الأسنان طويلة نوعا ما, وأيضا تكون الشكل السني يكون رشيق أو مناسب أو يكون يعني أشبه بالإزميل, يعني يكون زي السن بتاع المطرقة أو سن الفاس. وبالنسبة للهارد فورميشن يفضل أن تكون الأسنان قصيرة وراوندد, يعني راوندد تكون شبه كأنها كروية الأسنان, طبعا شيء طبيعي لأن لما تكون الهارد فورميشن وتكون الأسنان طويلة راح يصير عندها كسر, وفي السوفت فورميشن لما تكون الأسنان قصيرة مش راح تقدر تحفر كويس, لأن يعني السوفت دائما يكون لزج ويحتاج إلى التعمق زي كأنك تحفر في طبقة زبدة مثلا على سبيل المثال, فكل ما كانت الأسنان أطول كل ما كان في إمكانية أفضل أن هنا يتم الحفر وخرط هذه الأسنان بسهولة. النوع الأول إذن من الفؤوس اللي هي الرولينج كاتر بيتس تنقسم إلى الفؤوس اللي هي الرولينج كاتر اللي تحتوي على أجزاء متحركة, في منها ميلد توت بيتس اللي هي السن تكون من نفس جسم الكونز منحوتة منها ناحت, أو تكون الأسنان مزروعة زرع في الكونز من جسم آخر اللي هو التانجستون كاربايد. النوع الآخر من أنواع الأسنان اللي هو الفيكسد كاتر بيتس اللي نحن نسموه فيه البي دي سي. الفيكسد هذا النوع من أنواع الفؤوس ثابت مثل هذا الفاس, ما فيش أجزاء متحركة, هذا نوع من أنواع الفؤوس ما فيش أجزاء متحركة, وعادة هذا النوع تكون فيه الأسنان من معدن الكربايت تنجستون أو سوري من البولي كريستالين دايموند, يعني تكون عادة من الماس, تكون من البولي كريستالين دايموند اللي هي معادن قادرة على أن هي تتحمل الحرارة والضغط العالي برضو, أو يكون من الناتشرال أور ساينتيك دايموند كتر, يعني الـ هذا النوع اللي هي الفيكسد كتر القواطع تكون ثابتة غير متحركة لأن هذه هي القواطع ثابتة, قد تكون هذه الأسنان من البولي كريستالين دايموند أو تكون من الماس الصناعي أو تكون من الماس الطبيعي اللي عندها طبعا استخدامات مختلفة كحفر الكورينج مثلا أو إلى غير ذلك, لكن اللي يهمني توا أنك أنت ضروري تفهم أن الفؤوس نوعين, فؤوس كتر يكون فيه متحرك وهذا يكون فيه الأسنان من نفس جسم الكونس أو تكون أسنان مزروعة من جسم آخر, أو تكون فيكسد كتر يعني القواطع غير متحركة, وعادة تكون البي دي سي اللي هي البولي كريستالين دايموند اللي هو البي دي سي عادة هو اختصار لكلمة بولي كريستالين دايموند كتر. والبي دي سي بصورة عامة يستطيع أن يحفر أي نوع من أنواع الطبقات بغض النظر عن السوفت أو الهارد, البي دي سي القاعدة العامة إنه هو يحفر أي نوع من أنواع الطبقات. يهمني أيضا في الفاس نعرف حاجة اسمها توتال فلو أريا, مساحة الجريان الكلية, طبعا احنا عارفين هذا الفاس وهذه النزل اللي يخرج منها المد, ضروري نبي نعرف المساحة الإجمالية التي يخرج منها سائل الحفر, وهذه مساحة مهمة اللي راح ندخلها في حسابات مختلفة, وهذه اللي هي الفلو التوتال فلو أريا أو يسموا فيها تي اف اي راح تخش معنا في عدة حسابات خاصة في حسابات الهيدروليك. بصورة عامة راح نستخدم هذه العلاقة انتربيع قسمة 13.03.8 عشان نحسب الفلو أريا. الان اللي هي السايز بتاع النزل, فور اكزامبل دبت على سبيل المثال عندي فاس, هذا الفاس فيه 5 نزل,
الخمس نوزل هذين السايز بتاعهم 3 نوزل، الدايميتر 10 على 32، الدايميتر عندي 3 10 على 32 و2 12 على 32 انش. ليش؟ لان هذا الان هو عبارة عن النوزل سايز، بس يكون النوزل سايز معبرين عليه السايز على 32 انش، هيك نكتبوا فيه. نحن طبعا في الاويل فيلد لما نقول لك 10 على 32 انش معناها القطر هو عبارة عن 10 انش 10، فهم يكتبوا 10 على 32. فهو هنا اعطاني فاس، قال لي في منا 3 مركبين فيه 5 نوزل، 3 نوزل 10 على 32 قطر بتاعها و2 12 على 32. احسب لنا الديترماين ذا توتال فلو اريا بتاع الفاس. عوضنا مباشره في هذا القانون، خلينا الاولى اللي هي 10 تربيع، لان عندي 3 بلس 10 تربيع بلس 10 تربيع، وعندي 2 12 بلس 12 تربيع بلس 12 تربيع، ربعناهن جمعناهن قسمناهن على 1303.8 اعطاني 0.451 سكوير انش. هذه المساحه الاجماليه او الكليه للجريان. موضوع اخر اللي هو البت هيدروليك اناليسز، هذا الموضوع مهم جدا وحبيت اني نعطيه الكم ولاول مره نعطيه، وهذا موضوع يعني جدا غايه في الاهميه لانه يعتبر مدخل لعلم الهيدروليك. وهذا الموضوع راح تلقوه في كتاب البيكر هيوج، المصدر الاول اللي بعت الكم اللي هو البيكر مانوال، تلقوه تقريبا اعتقد في صفحه 4.22، يعني الشابتر الرابع صفحه 22، تلقوه ان المعادلات هذين موجودات. وفي نفس الوقت طبعا التطبيق اذا كان انت قدرت تقراه وتفهمه اوكي، لو ما قدرتش ان هذا الموضوع خاص بالهيدروليك، يعني موضوع شويه يعتمد على سوائل الحفر، لكن الرموز والحاجات هذه راح تلقوها حتى موجوده في بدايه الشابتر، يشرح لكم على انواع الرموز وش المقصود بهذه الرموز. لكن هذا الموضوع راح تلقاه في الهيدروليك اناليسز في الباب الرابع صفحه 22. نرجع الى الفيديو بتاعنا عشان نشرح وش المقصود. طبعا البيت هيدروليك اناليسز ما هو المقصود به؟ المقصود بالبيت هيدروليك اناليسز هو اني انا نبي نشوف كفاءه الحفر او نبي نشوف اداء الحفر، هل اداء الحفر كويس، هل الحفر يمشي على ما يرام، هل العمر الزمني للفاس مناسب، هل العمر الزمني للفاس قد انتهى. نبي نشوف اداء الفاس، هل الفاس يشتغل كويس، هل نحتاج الى تغيير فاس، هل في مشكله في الفاس، هل النزل بتاع الفاس كويس او صاير له اغلاق. فهناك 8 معادلات، معادلات هذه مشهوره، وهذه المعادلات من الواجب اننا نحسبها. اول معادله نحسب البريشر لوسز عند الفاس، يعني مقدار فقدان الضغط عند الفاس من خلال هذه العلاقه اللي هي 156.5 كيو اللي هي فلو ريت اللي حسبناه في المحاضره رقم 2، ام دبليو اللي هي المد ويت، وجي 1 والجي 2 والجي 3 اللي هن النوزل دايمتر يعني سايز بتاع النوزل. باي لو اني حسبت انا البريشر لوسز عند الفاس، فقال لك هو اذا كان البريشر لوسز عند الفاس هو عباره عن من 50 ل 65% من السيرفس لوس، معناه انت عندك هو جود هيدروليك. يعني انا حسبت البريشر لوسز وبعدها شفته، اذا كان بريشر لوسز او مقدار الفقد الضغط عند الفاس هو عباره عن 50 65% من الضغط الكلي، فهذا يعني اني انا عندي جود هيدروليك. بمعنى اخر ان الضغط الكلي ضغط المد اللي يدور في السيستم يجب ان يكون الفاقد منه يعني 50 الى 65% من الضغط الكلي اللي يتحرك به المد يكون مفقود عند الفاس او محسوب عند الفاس، فمعنى هذا ان عندي الهيدروليك كويس او ممتاز او جود، خلاف ذلك عندي مشكله ويجب ان اتدخل من ناحيه الهيدروليك. المعادله الثانيه في الهيدروليك اللي هي الهيدروليك هورس باور عند الفاس، القدره عند الفاس، القدره الحصانيه، نحسبها بالمعادله هي كيو اللي هي الفلو ريت، والدلتا بي بي هي اللي حسبتها من المعادله رقم 1 اهي، ونقسم عليه 17 14. برضو عندي الهيدروليك هورس باور لكل سكوير انش، الهيدروليك هورس باور لكل سكوير انش هي عبارة عن الهيدروليك هورس باور عند الفاس اللي انت حسبتها مضروبة في 1 على 7.27، قسمها على البيت سايز تربية. لو كان الهيدروليك هورس باور بير سكوير انش اوف ذا بيت اريا طلع لك قيمة بتاعها تتراوح ما بين 2.5 الى 5، فمعنى هذا ان انا عندي اوبتمايزيشن وعندي الحفر جيد، خلاف ذلك يجب ان نتدخل من ناحية الهيدروليك، نعدل في هذه المعادلات. كيف يتم التعديل؟ عن طريق الجت نوزل او عن طريق السايز بتاع النوزل، نغير السايز بحيث نتحصل على القيم الجيدة، وهذا موضوع خاص وممتع في الهيدروليك. البيت نوزل فيلوستي هي السرعة التي يخرج منها
مائع الحفر من النزل. كيف نحسبها؟ نحسبها بهذا القانون 417.2 في كيو اللي هو الفلوريت، جي 1 تربيع، جي 2 تربيع، جي 3 تربيع، هذه السايز بتاع النزل. اللي يقول لي الهيدروليك يعني القاعدة الستاندر اللي نحن متعرفين عليها في الأويل فيلد، إن سرعة خروج ماء الحفر يجب أن تتراوح ما بين 250 إلى 450، هذه هي السرعة الجيدة والمناسبة. لو كانت أقل من 250 مش رح نقدر ننظف البير ونتحصل على نتائج طيبة. لو كانت أكثر من 450 تسبب لي كوروجن وتسبب لي تآكل للكاتينج وتآكل أيضا للبيت، فيجب أن تكون السرعة محصورة ما بين الاثنين. لو كانت محصورة فهذا جيد، لو كانت خلاف ذلك أقل أو أكثر فمعنى هذا عندي مشكلة في منظومة الهيدروك، يجب أن نتدخل حتى نغير السرعة ونخليها في هذا الرنج. التدخل يكون عن طريق التغيير في النوزل سايز، مش عن طريق التغيير في الفلوريت، لأن الفلوريت شبه ثابت وما نستطيعش نغيره لسببين. السبب الأول إن الفلوريت ضروري يكون ثابت في كل انتير في نحفرة، والشيء الآخر الفلوريت مربوط بالبمب والبمب عنده قدرة محدودة، فيكون تغييري في النزل. الأمر الثالث اللي هي الإمباكت فورس. الإمباكت الفورس هي القوة التي يسلطها سائل الحفرة على الطبقات المحفورة، وتحسب بهذه العلاقة. الإمباكت فورس يساوي النزل فيلوستي اللي نحن طلعناه بدري في كيو الفلوريت اللي حسبناه في المعادلة في المحاضرة رقم 2 في المدويت على 1930. برضو رح نطلع الامباكت فورس بير سكوير انش، نقسم القيمة اللي طلعتها الامباكت فورس مضروبة في 1.27 ونقسمها على البيت سايز. الامباكت فورس لما جيت تحسبها ضروري تكون 50% من عند الفاس، يعني قيمة الامباكت فورس اللي حسبتها يجب أن تعادل 50% من السيرفس براشر اللي أنت تستخدم فيه من البمب. يعني مثلا لو كان أنا على سبيل المثال عندي 1000، فضروري 500 هي قيمة الامباكت فورس، لأن لما تحصل على امباكت فورس 50% عند الفاس فهذا يعني أنها عندي الحفر جيد وأن الهيدروليك ممتاز. خلاف ذلك يجب التدخل لتعديل هذه القيم. ايضا عندي البراشر لوسز اد ذا بيت، هذه اللي بدري نحن حسبناها نحن في المعادله رقم 1، حسبنا ان البراشر لوسز عند الفاس يجب ان يكون من 50 ل 65%. اوكي انا حسبت البراشر لوسز كقيمه، لكن كيف نعرف كميه؟ ناخذها اللي انا حسبتها هنا ونقسم على السيرفس براشر كلي اللي نشتغل به في المنظومه ونضربه في المية، ضروري يكون من 50 ل 65%. البراشر لوسز بتاع السيستم هيدروليك هورس باور، التوتال هيدروليك هورس باور للسيستم ككل يساوي ضغط المد اللي نشتغل به مضروب في الكيو مقسوم عليه 1714، يعطيني التوتال هيدروليك هورس باور للسيركوليتنج سيستم للمنظومه بالكامل. موضوع البت هيدروليك اناليسز موضوع جدا رائع وممتاز، وموضوع يعني أنا أتمنى الكل أن يتعمق فيه، لأن هذا يعطيك قوة علمية خاصة في المكاتب، يعني يهم الشباب ويهم الشابات المهندسات، لأن هذا يفيدك في المكاتب كيف تتعامل مع فؤوس الحفر وكيف تتعامل مع منظومة الحفر وكيف تعرف أنت الحفر يسير بطريقة صحيحة أو لا. أنا أول مرة على فكرة نعطيه، وحبيت أنكم يكون عندكم اطلاع على هذه المعادلات، لأن هذه المعادلات هن عبارة عن introduction لموضوع الهيدروليك. موضوع آخر هيدروليك موضوع كبير، نخش لهذا الموضوع عن طريق هذه المعادلات. وتخيل أنك لو ما كانش عندك دراية بالكيو ولو ما كانش عندك دراية بالمد ويت اللي هو مد هو وزن سائل الحفر، أكيد راح تصير لك صعوبة في فهم هذا الموضوع. فحبيت نعطي هذه الجزئية هذه المهمة في الهيدروليك، وفي المستقبل راح نكملوها بمواضيع متقدمة إن شاء الله. المحاضرات الجاية راح نبدو في الحديث عن سوائل الحفر وكيف إن نحن راح نستخدم الأربع محاضرات اللي خديناها توا في السابق، كيف نقدر نستخدمهم في سوائل الحفر وكيف نتعاملوا معهم في سوائل الحفر. طبعا أنا محدثكم خالد الساحلي، وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.